لكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت. قيم على كل شيء، صمت رهيب، هدوء عجيب، ليس هناك سوى موت وقبور، انتهى الزمان وفات الأوان، صيحة عالية رهيبة تشق الصمت، يدوي صوتها في الفضاء يوقد الموتى، تبعثر القبور تنشق الأرض، يخرج منها البشر حفاة عراة عليهم غبار قبورهم، كلهم يسرعون يلبون النداء، فاليوم هو يوم القيامة لا كلام، ظر الناس حولهم في ذهول، هل هذه الأرض التي عشنا عليها؟ الجبال دكت، الأنهار جفت، البحار اشتعلت، الأرض غير الأرض والسماء غير السماء، لا مفر من تلبية النداء، وقعت الواقع، الكل يصمت في ذهول، الكل مشغول بنفسه لا يفكر إلا في مصيره، فبعد أن ماتت جميع الخلائق يقف الله عز وجل في كبرياءه، يقف وينادي كنت أنا الله الذي لا إله إلا هو وأبقى أنا الله الذي لا إله إلا أنا، أيا دنيا أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين عمارك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ ثم ينادي المنادي من قبل الله تعالى، أيا أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتنافرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. يقوم الناس للعرض على الله عز وجل، أول من ينشق عنه القبر ويخرج هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يخرج إلى الحشر، فيتضرع ويقول سبحان الله وتعالى، اللهم إني لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي، ولكني أسألك أمتي أمتي يا رب العالمين، فينادي من قبل الله عز وجل يا محمد عزتي وجلالي، لأقسمن القيامة بيني وبينك أن تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي، فلا تضيع أمة بين شفيع ورحيم. ثم تخرج الخلائق جميعا من قبورهم ويذهبون مباشرة إلى أرض الحساب، وهي الأرض التي سيحاسب الله عز وجل عليها، هي أرض بيضاء نقية لم ترتكب عليها معصية أبدا، فتسير الناس في هذا اليوم، منهم راكبا ومنهم ماشيا ومنهم من يسير على وجهه، كل على حسب عمله في الدنيا وعلى حسب إيمانه. فبعد أن بعث الله الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، يقومون في أرض المحشر قياما طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فتشتد معهم حالهم وظمأهم ويخافون فذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله عليهم من العذاب، فيقولون من سيشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، فيأتون آدم فيطلبون ذلك منه، فيقول لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى غيري أنا لست لها. فبعد أن ترفض جميع الأنبياء تشفعا لهم يذهبون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيرضى الله له بالشفاعة للناس، يبدأ الحساب، وهذا المقام لم يعطي ربنا لأحد إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوف إذا سمعنا من السماء حسا شديدا فهالنا، فينزل أهل السماء الدنيا بمثل ما في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا نزلوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم
وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا؟ قالوا هو آت. ثم أهل السماء الثانية بمثل ما نزل من الملائكة وبمثل ما فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنلوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم، وأخذوا مصافيهم وقلنا لهم أفيكم ربنا؟ فيقولون لا وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من الضعيف حتى ينزل الجبار عز وجل في ضلال من الغياب والملائكة، فيحملون عرشه يوم هذا ثمانية، وهم اليوم أربعة، أقدامهم في تخوم الأرض السفلي، والأرض والسماوات إلى جذوذهم، والعرش على مناكبهم، لهم زاجل في تسبيحهم، يقولون سبحان لعزته والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى، رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضه، ثم يهتف بصوته فيقول: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت إليكم من خلقكم إلى يومكم هذا، أسمع وقولكم وأكثر أعمالكم، فانصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحف تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله عز وجل جهنم، فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين، واعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونسألك الرحمة يا أرحم الراحمين. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على شفيعنا يوم القيامة، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم يا سامع الشكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف كل كرب وبلية، ويا منجي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أدعوك يا إلهي دعاء من ضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق المنهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك. لا إله إلا أنت، فارحمنا يا أرحم الراحمين. إلهي إنك أنت العزيز الجبار الذي لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا. أسألك بحرمة الكلمات التامات كلها الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله علانية وسرة. اللهم لك الحمد يا من توحد بالملك والملكوت، وتفرد بالعظمة والجبروت. ملكت فقهرت فخلقت، فأمرت فلا تحول ولا تزول، أنت قائم بنفسك سبحانك، أنت العظيم في جلاله وقدسه القادر العليم بالأحوال. سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام، نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة والمقربين. اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا، اللهم نحمدك حمدا كثيرا. اللهم صل وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم.
ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.